ايوه القصه عنك العازم، ولا مؤاخذه اجدع الجدعان. في اياته حاجه نسد فيها، باشا سواق لوري ان شاء الله، حتى بولمان القلب حديد والزند شديد، وحقنا ناخده ولو فيها لومان، بس اللي جوه قشطه وحلو والخير جوايا، ما انا برضو انسان. وهي الدنيا كده، تلاقي فيها الطيب والوحش، وعالم كتيره متداريه ورا الحيطان، في منهم ابيض زي الملاك، ومنهم اللي غواه الشيطان. يسعدنا ان يكون معنا المخرج الكبير والمبدع الاستاذ كمال الشيخ. استاذ كمال اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ماذا يقول لنا المخرج الكبير كمال الشيخ عن فيلم ملاك وشيطان، وعن شخصية القسطة أنكل عزت؟ تقول لنا إيه حضرتك عن الفيلم ده؟ أقول إن الفيلم ده طبعاً أهم مرحلة بالنسبة لي، وأشق مرحلة هي كتابة السيناريو. طبعاً هو الفيلم في مبدأه كفكرة جابها لي واحد من السيناريست الموجودين عشان يحصل فيها تطوير وكتابة وإعادة كتابة مرات، لأن ده أهم حاجة في الفيلم، في عمل السينمائي بالتفاصيل ولا آخره. فيمكن قعدنا حوالي 8 شهور نشتغل في السيناريو ونعيد كتابته، ومع السيناريست نقعد ونتكلم، وأنا أوجه بعض الملاحظات طبعا، وبعدين يعيد صياغتها مره اخرى ومره ثالثه ورابعه، لغايه ما في الاخر خالص احس بان الفيلم فيه مصداقيه، ما فيهش افتعال. بالاضافه الى جاذبيه العرض، الايقاع، كل دي حاجات طبعا الواحد يعني في الاخر. وبعدين طبعا اثناء التنفيذ انا وغيري يعني، وفي البعض يعني من زملائي، دايما بيبقى في لمسات اثناء التنفيذ، تجيني فكره ما دون الاخلال بالسياق العام او بالموضوع يعني. الفيلم ده كان عجيب بالنسبه لي. انا اعرف ان رشدي اباظه كان له بنت كسمت، دي كانت وهي صغيره حلوه قوي قوي، بنت جميله زي العروسه كده. هو كان فخور بيها فكتب الروايه دي لبنته. لحد كده انا كنت عارفه الموضوع. وبعدين انا كنت بشتغل في استوديو مصر، كانت الساعه 9 بالليل، فيلم اسمه الثلاث وارثات اخراج السيد بدير. وفجاه لقيت حديث كده مش عارفه ايه، انت عارفه السينمائيين من تحت لتحت، قالوا لي بنتك بتمثل في استوديو نصبيان. بتمثل؟ بتمثل قدام الكاميرا يعني. قلت لهم لا مش ممكن. فبعت الخياطة تتكلم في التليفون، قامت جات الخياطة قالت لي أيوة يا مدام، ده إيمان بتمثل. قلت لهم إزاي إيمان دي في مانر هاوس وداخلي ومحدش يقدر يطلعها من داخلي إلا أنا يا داخلية يعني. داخلي يعني كان أيامي عندها 5 سنين حاجة زي كده، وداخلي محدش يطلعها، يا أنا يا أبوها، إيه اللي وداها استوديو نصبيان وأنا مش عارفة مين اللي بيمثل في استوديو نصبيان. فطبعا أنا هنا كأم ما عرفتش اقف على رجلي، يا خبر رايحه بقيت زي الغوله كده، عارفه امنا الغوله اللي راحه تقتل اللي اخذ ابنها من حضنها. كويس. قلت له يا استاذ سيد انا مش هقدر اكمل، ولو سمحت اديني بس النهارده. خدت العربيه وطول العربيه لو تشوفي شكلي زي الوحش. وبعدين دخلت استوديو نصبيان لقيت بيعملوا مشهد كويس، فطبعا هص هص عارفه مشينا على طراطيف صوابعنا، لقيت ايمان بتمثل عاملة أنكل عزت والقسطة أنكل عزت. ايوه. قعدت بحلق لها هنا بقى حرب بيني انا كأم وبيني كفنانة، واقفة بحارب روحي عارفة، بضرب في نفسي كده. كفنانة ما عرفتش اتكلم، ما عرفتش اشوط حد ولا اضرب حد ولا اخطفها واروح على بيتنا ولا اوديها المدرسة ولا اعمل حاجة. يعني كل ده حضرتك لسه ما اكتشفتيش ايه الموضوع بالظبط، ولا هي بتمثل ازاي، ولا ايه اللي جابها للسوق، اللي جابها اصلا من الداخلية يعني. انا عايز اعرف ايه اللي وصلها للي هي فيه ده. فوانا واقفة جم قالوا لي ده ابوها جابها، لان بنت رشدي ما عرفتش تعمل الدور. وطبعا انت عارفة الاستوديو بقى يوم في الاستوديو بيتكلف، وده طبعاً عمها اللي بينتج وكده، فيعني جابوها والبنت مثلت وبقت كويسة.
هنا بقى بقيت كأم وكفنانة. أنا كأم طبعا لازم أهد كل الموضوع ده وما يهمنيش عنه ما اتعمل الفيلم. كفنانة والله شفت إيمان لقيتها حلوة حلوة، ما تقدريش تقولي لا على على المشاهد اللي هي عملتها. طبيعية طبيعية قوي هي كانت قوي قوي الحقيقة. فهنا أنا سكت، إنما قعدت لحد ما خلصت. بقت المشكلة مين اللي هيقعد معاها لحد ما تخلص. فبقى رشدي أباظة هو اللي تعهد لي، فكان يجيبها من البيت بالبطانية والجلابية اللي كانت لابساها وتمثل ويروحها لي بالليل بالجلابية والبطانية اللي أنا وأخدتوا إذن من المدرسة بقى ولا كانت بترجع على المدرسة؟ لا هي ما كانتش بترجع على المدرسة، كانت بترجع البيت بقى إجازة حنديها بقى بلوة كمان مدرسة وعندها خمس سنين وتمثل وكده. بعدين كان فيه في الإسماعيلية تصوير امال والبتاع المفرقعات وما عندكيش فكره، والبتاع اللي كان فيه التعبان تحت ده ما عندكيش فكره كان عذاب قد ايه الفيلم ده. وكنت حضرتك بقى بتروحي معايا وقت الحاجات دي؟ انا كنت ولا شغاله خياطه عند حداده واقعد جنبها، ولو انا مش فاضيه انا برضو كان ورايا سيد بدير كنت بعمل ثلاث وارثات. فكانت امي ربنا يديها الصحه دي وراها. وبعدين ايمان دي كانت ماكسيموم الساعه 8 لازم تنام، فالساعه 8 امي بقى دي محدش يقدر يقف لها خالص، تروح واخده البنت بالبطانيه وتلفها وتاخدها على الاوتيل في الاسماعيليه وتنام وفي السويس والحتت دي عارفه تحت الحاجات المفرقعات شيء خطير جدا ما عندكيش فكره طبعا. بس جينا بقى لما يعني خلص الدور بتاع ايمان الحقيقه جالها شغل كتير بعد كده، بس انا ما رضيتش، وهي بيبي انا اللي بصير بنتي ما اقدرش اصيرها انها تبقى فنانه، هي لما تكبر تختار، هي تختار اللي هي عايزه تعمله. اقول لك ملاك الشيطان اولا ده اول فيلم بطوله ليا، قبليه كنت عملت رقصه مع عز الدين سلفار الله يرحمه في شارع الحب قولوله قدام عبد الحليم حافظ. ده كان اول عمل سينما ليا. فانا خلصت الرقصه دي لقيت عبد الحليم الله يرحمه بيقول لي ايه، تعالى ما اقول لك يا بنت في خبر حلو، بكره الاستاذ عز الدين ذي الفقار عايزك في المكتب. فانا افتكرت انا عملت مصيبه في الرقصه بوظت حاجه، اولا كنت يعني مال ارقص واغمض عينيا وخايفه من الكاميرا وخايفه من لومن والناس اللي بتتفرج. فالمهم قال لي بكره 1:30 كل فيلم. تاني يوم رحت 1:30 في المكتب لقيت صلاح ذو الفقار والاستاذ عز الدين ذي الفقار ناس كتير قوي مكتب، انا لا عارفه حاجه ورايحه انا وامي. فايوه انا نجوى فؤاد. فقال لي انا عايزك بطوله فيلم. ما فهمش يعني ايه بطوله فيلم. مش فارقه. مش عارفه حاجه خالص. فقلت له يعني ايه بطوله فيلم؟ قال لي يعني انت اللي هتمثلي الفيلم كله من اوله. قلت له انا ما اقدرش ازاي؟ ده انا الرقصه امبارح عملتها بالقوه ما اقدرش. المهم يعني بدأوا ايه خلوني استوعب ومضيت العقد ب 150 جنيه. قال لي بس احنا الفيلم ده مش هنعمله الا بعد سنه او 9 8 اشهر كده. قلت له ليه؟ قال لي لان احنا هنحضرك. قلت له يعني ايه تحضرني؟ افتكرت هحضر لي زهر. قال لي لا هنجيب لك الاستاذ عبد الرحيم زرقاني والفيلم ده من انتاجنا هنا انتاج ال ذو الفقار وهنجيب لك استاذ كمال الشيخ هيقعد معاكي وبطل الفيلم رشدي اباظه. قلت له انا همثل قدام رشدي اباظه؟ مش ممكن، مش مصدقه طبعا. ففعلا كان في قد شوفي قد ايه كان في اعتناء يعني بالفنانة مش دلوقتي بس يشوفوا في اعلان ولا يشوفوا اني حلوه حاطط لانزيز حاطط باروكه مش يبقى حلو يبقى تاني يوم يبقى بطل. كان في تحضير فعلا. انا طبعا لا دخلت معهد ولا عندي فكره عن السينما ولا بتاعه، وطلع غاويه راس وغاويه محدوته تانية يعني كارير تاني ماليش دعوه بالتمثيل. فلقيت فعلا بداوا يجيبوا لي استاذ عبد الرحيم سرقاني في البيت كل يوم 3 4 5 ساعات كده وبالضرب بالعصايه خبر القاء مدام رتل الاتوان الصوتيه طبعا صوتي كان عيل صغير وماليش تون امشي فبرضه يجي كمان كان رشدي اباظه بقى له مكتب في نفس العماره اللي احنا كنا فيها في التوفيقيه قدام شيل محطه شيل فكان مكتب رشدي اباظه فكل يوم يطلع ابت انت حفظتي ولا ما حفظتيش. فقد كده كان في اعتنى والافه وحب. فبصيت لقيت نفسي اتحضرت فعلا ودخل وكمل الشيخ طبعا استاذنا الكبير ده
وشوفي بقى ورا الكاميرا بقى كان يبقى واقف صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وكمال الشيخ وانا بمثل ومين قدامي؟ زكي رستم ورشدي اباظه. يعني شوفوا مين قدامي. ديناصورات التمثيل. مش ممكن. فعلا كنت في حاله رعب فظيعه جدا. فالمهم قدمت الفيلم ده. ملاك وشيطان فيلم من الافلام الهامه للمخرج كمال الشيخ. فيلم فيه كل سمات سينما كمال الشيخ. واعتقد ان احنا يعني كل المتابعين للسينما وعشاقها نعرف لما نقول يعني ايه سينما كمال الشيخ. يعني سينما التوتر والتشويق واللي بيسموه سسبنس يعني. وسينما ايضا في بعض الاحوال بيبقى فيها لا يعني قدر ما من محاوله التحليل والتعمق في الواقع. لكن هي يعني سينما عموما سينما بوليسيه موتره تعتمد قوي قوي على المونتاج كاداه وعلى احيانا على يعني بعض القصص البسيطه الظريفه الطريفه المعبره. لكن هو احد الاعمال الهامه اللي ايضا بتميز او بتتميز بانها تعبير كامل عن سينما فنان الكبير كمال الشيخ. ماذا يقول لنا الناقد السينمائي الكبير علي ابو شادي عن شخصيه الاسطه انكل عزت في هذا الفيلم؟ شخصيه ربما شاف فيها رشدي اباظه يعني يعني بعض الاختلاف عن شغله السابق. مش كل الاختلاف طبعا لكن هو ليه بعض التجارب في هذا المجال يعني. لكنها شخصيه ادته فرصه انه يبقى عنده اكثر من طيب يشتغل عليه. فيها تحدي قدرات، فيها استعراض قدرات، فيها على قد ما فيها مساحه شر على قد ما فيها مساحه خير. على قد ما فيها احساس انساني، على قد ما فيها توتر. فالتركيبه دي ربما يعني 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 تكون معقده بعض الشيء، بتخلي الممثل يحس في لحظه انه يعني يعني يبقى ظريف قوي لو لعب ده واداه كويس. حضرتك شفت ايه في الاستاذ رشدي اباظه؟ او ايه الحاجه اللي لفت نظر حضرتك ان هو يستطيع انه يعمل شخصيه سواق اللوري؟ يعني من السهل جدا اشوف شخصيه فيها مواصفات قريبه كده اقوم اديها على طول شخصيه سواق اللوري، انما حضرتك جبت حكايه معاكسه جدا. ايه لفت نظر حضرتك او حسيت انه يقدر يعمل الشخصيه دي؟ من زاويه ان هو يقدر يعملها. هو ممثل يعني متمكن، فهو يقدر يعمل اي شخصيه تطلب منه. ايوه. انما زي ما قلت لحضرتك انه اختياره عشان يبقى حاجه مختلفه. حاجه بس مختلفة. مجرد الاختلاف وتغيير جلده ولا حضرتك حسيت ان برضه في جزء يصلح؟ لا، انا مثلا في الحياه العاديه بشوف سواء مثلا تاكسي وسيم جدا. يعني لما نقول سواء تاكسي يبقى على طول هنفتكر انه لسطى فلان. لكن ده مش فيه من الجامعه، في بعضهم بيعمل وغير انه في الجامعه في احيانا بيبقى في شخص وسيم. فده جائز جدا يعني. انما هو اساسا عشان تغيير القالب، تغيير القالب، تغيير القالب. طبعا بالاضافه بقى الى المكياج اللي يقربه من الشخصيه. بما ان رشدي اباظه كاتب الروايه دي لنفسه. فهو بيعمل الحاجات اللي امل حياته يعملها كفنان، يتحدى نفسه كفنان يعني بقى. عشان يوري لك عضلاته التمثيليه. وطبعا هو كان في مساحه شر عند يعني في سينما رشدي اباظه طول الوقت. لانه كان عاده يعني الشرير الوسيم يطلع في الكباريه مش عارف صاحب الرقاصه. وبعد كده برضو يعني استغلوه في حاجات كتير قوي، دور الشرير الوسيم. يعني طبعا دور معاكس لكمال الشناوي. اللي هو الجنات الجميله اللي كانت في هذه الفتره. فهو كان طول الوقت زي ما بقول لحضرتك بيكتسب خبره. خبره بعد شويه اصبح عنده القدره على اداء الشخصيات المعقده والمركبه. واللي بتحتاج مهاره خاصه جدا في الاداء. ويمكن 25 سنه من 57 لما بدا يحط رجله بشكل حقيقي في السينما لغايه 82 لحظه وفاته. يعني هذا الربع قرن قدم فيه رشدي اباظه عشرات الادوار الكبيره اللي ممكن نعتبرها علامات حقيقيه في تاريخ السينما المصريه. اكيد. هنا بقى في الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عنها، هو كان زي ما بقول لحضرتك عامل اختبار لنفسه. شخصيه هو الحقيقه برضه لازم نرجع المساله بقدر ما الى كاتب السيناريو صبر عزت. صبر عزت من كتاب السيناريو القلائل في مصر. رغم اهميتهم
الناس يعني مش فاكراه قوي. مش واخد حقه فعلا. مثلا عفوا هو عامل لص وكلاب مع كمال الشيخ برضه. هنا صبري عزت مع كمال الشيخ مقدمين سيناريو تقليدي بس محكم. والاهم في هذا السيناريو لجوار الاكشن والتوتر وعمليات الخطف وكده والعصابات وكده يعني. رسم الشخصيه. لاعبين بقى بشخصيتين مرسومين كويس قوي. شخصيه رجع باظه. والطفله اللي هي القاسم المشترك بينها وبين الغول الكبير اللي اسمه زكرستو. فهنا اللعب على ممثل كبير قوي قوي اسمه زكرستو. وده ممثل لسه بيكتسب خبره. ودي من البطولات يعني كان لسه رشدي بدا ياخد بطولات بقى. فحاطين يعني هنا مش الحقيقه ما فيش توازن في اللحظه دي يعني. يعني في محاوله يعني مستميته من رشدي اثبات الذات. في خبره وتمرس وقوه ورسوخ فظيع اسمه زكرستو. من هنا في المشاهد اللي كانوا فيها الاثنين تحسي قد ايه يعني احنا متعودين على زكرستو. متعودين قد ايه هذا البارع الكبير. عندما يتحدث عندما يعني في ده في مشاهد برمش عين بحركه حاجب. بتحس انه هنا ب يعني تبديل انفعال بانفعال في ملايين عن ثانيه. ايوه هنا في الشخص الثاني اللي هو اسمه رشدي اباظه. ازاي يواجه هذا الغول وكان اشتغل معاه قبل كده في امرأة في الطريق. عمل دور كبير قصاده. في وقت الخبرات هنا خبره عريقه خبره جديده تحاول تثقل اكتر بتتعلم حضرتك سفنجه. فهنا كنت تحس قد ايه قيمه رشدي بقى بمقارنه يعني زي ما بيقولوا بضدها تتميز الاشياء. اذا هنا لابد ان احس اذا صمد رشدي اباظه امام هذا الغول. هذا العملاق عملاق طاغيه في التمثيل حقيقه. فهنا لما بصمد امامه هنا بنحس فورا انه هذا الرجل الجديد اصبح ايضا له قدر من الرسوخ. شخصيه زي ما بقول لحضرتك مبنيه على قدر كبير من العصبيه، قدر كبير من الانفعال، قدر كبير من التوتر. ثم بيحصل لحظه يعني الانقلاب او التغير. اكتشاف الذات. ثم بيحصل لحظه التطهير والتنويه زي يعني الشخصيات الدراميه التقليديه العاديه يعني. اتفضلي. عايزه كوبايه. لا يا شيخه، وانت فاكراني خدام ابوكي؟ استطاع الفنان الكبير رشدي اباظه تجسيد الشخصيه كما كانت في مخيله حضرتك، وما هو دور المكياج في هذا العمل بالنسبه لشخصيته؟ هو المكياج هنا ما كانش يعني تغيير في وجهه ولا حاجه زي كده، اكثر من انه الحواجب يمكن شويه مش منسقه يعني الى حد ما. هل ده يعني طلب حضرتك يعني التغيير في المكياج ده، ولا كانت طلب الاستاذ رشدي، ولا المكيير، ولا ايه؟ لا الحقيقه الفضل لرشدي اباظه. يعني دي اضافه لي. هو بقى كان مخلص جدا في عمله، ياخد السيناريو طبعا معاه زي اي بطل وزي اي ممثل. وفي البيت يقعد يقراه اكثر من مره. ويقرا المطلوب منه ثاني يوم. ويجي ونقعد يعني يبقى في مناقشه بينه وبينه في بعض تفاصيل. عشان في النهايه يبقى بيؤدي الدور وهو مقتنع، مش امر من المخرج وتوجيه. لا هضمه. يبقى هو هضمه فعلا. فهو الحقيقه ادى الدور ببراعه يعني. ليه؟ لانه في الاساس ممثل موهوب. غير الوسامه والجاذبيه اللي فيه. ويعني احب بس هو تخلى عن الوسامه في الشخصيه، فرق شعره معرفش ازاي. ايوه فرق شعره عشان بلدي يعني قسطى. قسطى فعلا ده اللي هو ظهر بيه في الاخر يعني. وكان له فضل يعني يقعد في المرايه ومع المكيير، وبرضه انا معاهم من وقت للتاني. ويقعد يقترح وهو تلاقيه فكر في حكايه انه يفرق شعره دي من غير ما انا يعني ما قلتلوش حل. لا هو اللي يعني تصور الشخصيه واندمج فيها. وفي البيت بقى قعد يمكن عمل لنفسه المكياج ده. وفرق شعره وشاف نفسه هيبقى ازاي وجه ونفذه. وهو كان يقعد كده في اوضته. يجيب الفازلين ويقعد يفازلن شعره كده.
ويتخن حواجبه بقلم اسود ويتخانق. كان سيد محمد المكان يتخانق معاه ازاي الحاجب ده لا ارفع من ده والشنب ومش عارفه يحط الجلد. يعني كان عاشق الدور. يعني دي اضافات شخصيه. اضافاته الشخصيه اضافات كل ممثل جيد. يعني كل ممثل ما بيوصل لمكانه معينه بيبقى عايز يحافظ عليها بكل امكانياته. وطبعا كل انسان له بصمات عايز يعني علامه في حياته تبقى بيشوف مثلا دور يجيله لازم يروح يشوف في المنطقه الشعبيه مثلا زي بيتقمص شخصيه شعبيه شخصيه مهرب شخصيه ضابط شخصيه. فدي بتبقى بيدرسوا كمان شغل. لان انا حسيت من رشدي اباظه انه بيجيب ناس ناس سواقين لوري بتاعه بيقعد معاهم بيقعد معاهم ويشوف الكلام والتضجين بتاعهم يعني ازاي ولهم طريقه اكسن معين. يعني هو اللي عمل لنفسه الاضافات دي. جاب قلم حواجب كل الاسلحه بتاعته كانت قلم حواجب كويس وتخن حواجبه وعمل شنبه مش عارفه ازاي وفرق شعره من النص وتخن صوته وبعدين هو طجن بقى كان عايش في الدور. يعني هو وهو بيكتب الروايه كان عايش في الدور. يعني هو ما كتبش روايات كتير انما عمل دي لنفسه. بعد كده اتفتح له عمل تمر حنه وعمل مش عارفه يعني عمل ادوار من النمط ده. الحقيقه رشدي اباظه بيصل الى اعلى درجات الاجاده. براعة فنية حقيقي. يعني عينه ووشه وعضلات وجهه إحساسه الداخلي الانفعال ده عندما يعني يرتسم على وجهه تردده إنه يبقى كويس ولا يبقى لأ لغاية ما يوصل طبعا المرحلة في الآخر. بس هو المفصل ده رشدي أباظة كان في أرقى حالاته كممثل. يعني إنها حاجات دقيقة ما هو مرهفة جدا وهي زي ما شعره إذا هو ما كان ممكن يبقى يعني زي كل الميلودرامات بينتقل في لحظة يعني على طول يقول له حرام عليك فيقول له حرام عليا فعلا وخلاص ويدخل يصلي وتاب والحمد لله. فهنا لا هنا في دراما حقيقية يعني صبر عزت كتبها يعني الأداة بتاعتهم في توصيل هذه الدراما. هو رشدي أباظة حقيقة أداة رائعة يعني رائعة جدا ويعني عميقة الفهم وفعلا في قدرة زي ما نقول دايما على إخراج الانفعالات الداخلية على الوجه بشكل محترم جدا. واحنا حسينا ان رشدي أباظة هنا نقلة جديدة وخطوة في مشوار الحقيقة قطعه بصدق شديد جدا افتقدناه أكيد. أستاذ علي هل حضرتك تعتقد أن هناك إضافات من رشدي أباظة شخصية على هذه الشخصية؟ يعني إضافات ليه هو لمسات خاصة بيه؟ أكيد كل ممثل كبير ليه لمسة خاصة لازم في لمسة خاصة. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على زكي رستم مثلا بنقول عمل كذا وكذا وكذا ما فيش الدور مش مكتوب فيه. يعني حضرتك عارفة إزاي بتكتب الأدوار ما بتكتبش فيها التفاصيل الدقيقة. التفاصيل الدقيقة دي ده بقى يعني الفيرتيوزو اللي هو المهارة بتاعت الفنان. البراعة الشخصية. ممكن شوط واحد يأديه 10 فنانين كل واحد بطريقته طبعا كل واحد يعني تحرك عضلة الوجه فقط تحرك يعني حركة العين حاجب انقباضة فك يعني احساس ما صغير قوي كده. هنا تحسي ان رشدي أباظة في هذا الدور يعني الاول عمله بشكل نمطي. يعني الراجل العصبي في اضافة عصبية رشدي أباظة المستحبة. ان انت حباه مش كرهاه ودي برضو ميزة ان هو في الحياة الشر احيانا صعب قوي ان الواحد يعني يكره ممثل جميل بالشكل ده طبعا. فهو يعني وده ساعات بيبقى ضد الشخصية بس في الاخر اوكي يعني ما احنا بنوافق على انه ممثل كويس وقدر حتى يقنعنا الى هذه الدرجة يعني. هو في الجزء المفصل زي ما قلت حضرتك عليه نص التحول دي اضاف يعني مثلا يعني وضع ايده على خده اكتر من مرة مطرح البوسة. تحسي انه هنا طبعا ما دي حاجه طبيعيه في الاداء يعني هي على طول بتحس ان هو دي بتاعته بتاعت الفنان طبعا. يعني مش متوجه ولا متقال له كذا ولا متقال له كذا ولا لازم تعمل لا ما بتقالش ده. هو بيبقى في لحظه ما بيحس ان التعبير الضروري الحتمي في هذه اللحظه اذا كان فنان حقيقي انه يعمل كده. المعايشه الصادقه بقى كامله بقى بتحس انه لازم يعني تترجم لشعوريا الاداء ده. فهو هنا كان ليه لمساته الخاصة جدا في هذا. وبعد كده برضه هل المكياج وطريقة شعره تعتقد ان دي يعني اضافت حاجة للشخصية؟ لا هي دي كانت اللي يميها كان يعني ايه ما احنا برضه عندنا مشكلة ان احنا ثلاث ارباع شغلنا كان بنقول من بره. معنى انه يعني نوع من مش ترجمة للسينما العالمية هو نوع من المحاكاة.
انه الشرير بقى شكله كذا مش عارف ايه كذا، وهو طبيعي الشرير التقليدي ما كانش ده الشكل اللي فارق شعره من النص ولا عامل شنبه ازاي وبتاع والفانيلا المقفوله كده. يمكن شكل السواق هو قاصد انه السواق يعني يفرق شعره من النص هو كانت اياميها ممكن تكون حكايه كده بتعمل كده الناس معظم الناس العايقين حاله عياء كده ومغندره رجالي يعني هو ده كان يعني كده في هذه الفتره كانت كده ممكن يكون. وده برضو يعني جاي من لان الشرير التقليدي في مصر كان شرير دايما فيه دمامه وفي متجهم طول الوقت وعمال يزعق طول الوقت او ماسك ازازه. لا ده شرير مختلف، شرير رسيم عشان كده لما نقل المرحله الثانيه هذه الوسامه خدمت بقى بقى انسان اكتر منه شرير بقى رهافة الموقف خلته مقبول منه التحول مقبول منه التحول ده بقى وعمله حلو قوي الحقيقه ونقلنا بشكل تدريجي في لحظه حسينا انه ان في داخل كل بني ادم هذا هذه المشاعر الجميله وجمله الحوار الجميله اللي قالتها له برضه نجوى فؤاد، قالت له انا طول عمري شايفك كده يعني حساك كده يعني كان هذه ربما كان قناع لاخفاء هذه المشاعر وانه في لحظه لما بتيجي تختبر اختبار حقيقي تظهر المعدن الاصيل. وده طبعا دي المرأة او الرساله الاخلاقيه اللي في الفيلم يعني انه داخل كل واحد منا مهما كان قسوته ظاهريه انسان جميل بسيط ممكن في لحظه ما نكتشفه. يعني انا ما ابتديش تنفيذ الفيلم الا لما يبقى فيه اتفاق كامل على كل التفاصيل، وبعد زي ما قلت لحضرتك انه السيناريو هو اهم مرحله انا بهتم بيها ايضا يعني بدي السيناريو للممثل وببقى منتظر اي ملاحظه لاني انا ما بعتبرش اللي احنا عملناه يعني كامل وممكن يكون فيه وجهه نظر او نقد او شيء، فببقى منتظر ملاحظه تضيف سواء من ممثل او احيانا من المساعد لانه في يعني الفيلم بيتعرض على الجمهور في بعض الاحيان ونلاقي ان الجمهور اللي هو ما عندوش اي احيانا ما فيش اي خلفيه سينمائيه ولا ثقافه ولا حاجه كده لكن يرفض اذا في حاجه خطا فبقى دايما ابقى منتظر الملاحظات ولا نبدا الا بعد اتفاق كامل. ايه الصعوبات اللي حضرتك لقيتها عشان توجه طفله تعمل الشخصيه وخاصه ان حضرتك لك تجارب مع اكثر من طفله وبعتقد ان حضرتك يمكن المخرج يكاد يكون الوحيد اللي اعتمد في البطولات على طفله وخلاها تادي اداء طبيعي جدا وما فيهوش اي نوع من الافتعال. والطفل ساعات لما بيلاقي الكاميرات وبيلاقي النور بيبقى مفتعل يعني لانه بيتوتر. فايه الصعوبات اللي حضرتك لقيتها عشان تتعامل معها؟ هو في البدايه طبعا انا بشوف اطفال كتير في كل الافلام اللي انا عملتها لاطفال بشوف اطفال كتير وبعدين اختار طفله معينه او طفل معين. بختاره ليه؟ ملامحه وجاذبيته هي اللي بتخليني افضل. حضرتك بتعمل تيست كاميرا ولا مجرد بالنظره كده حضرتك تستطيع انك تحكم؟ لا ابدا، تيست الكاميرا ده كان موضه يعني ملوش لازمه تيست الكاميرا. ملوش لازمه. اولا تيست الكاميرا زي ما كنا بنعمله لحتى لممثل ناضج او واحد مبتدئ ولا حاجه زي كده ما بياخدش الفرصه اول مره بيجي فجاه وبيعمل تيست وما حاسس انه في امتحان وغريب على لا ما بي مش تمام. اما فيما يختص بقى ببطله هذا الفيلم فانا اخترتها وبعدين جيت انفذ معاها اول مشهد معاها ففوجئت بانها غير مستجيبة على الإطلاق، مش مستجيبة خالص نهائيا مش يعني حاسة. فأنا أدركت إن هي حاسة بغربة شديدة وإنه يعني طبيعي جدا إنها ما تتفاعلش أو تندمج يعني فلجأت الفكرة إني أنا أجل تصويرها أسبوع وأخليها تيجي كل يوم خصوصا إن هي مريم مامتها هي ابنة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين والأستاذ محمود الفقار المخرج. أيوه فخليتها تيجي معاها لمدة أسبوع في الأسبوع ده يعني اللي أنا يعني هدفي كان إنها هي تتأقلم مع الجو وإلى آخره. فبعد الأسبوع ده ابتديت أصورها في حاجات ما فيها مش عايزة تمثيل حركة مثلا من مكان لآخر يعني ممكن. بعد يومين ثلاثة لقيتها بقت انطلقت وبقت يعني حاسة بال بعد التوجيه يعني بتلقائية ما فيش ما كنتش بقول لها ملاحظات
طبعا حافظه وفاهمه ايه المطلوب بتاع بتلقائيه وبعدين طول الكلام مش ضروري بشكل محفوظ يعني تقف شويه او تغير يمكن تغير كلمه لانها مش حافظه يعني مثلا اذكر اللقطه اللي هي بتكتب جواب لامها وهي قاعده على الترابيزه وبتكتب جواب لامها مش ممكن يعني مش ممكن ممثل محترف يأديها كده يأديها بقى. بالنسبة لإيمان دي ما كانتش مشكلة لأن دي أصلا مولودة في الاستوديو. أنا لما خلفتها كنت بعمل فيلم رسالة غرام بتاعت فريد الأطرش وكل ما فريد يغني لي غنيوة يجيبولي البنت كل ثلاث ساعات والله البنت عشان رضعيها يا مدام أخش الأوضة رضع البنت ده من أول رسالة غرام وطالع فبتيجي معايا كماريم أنا بمثل بتروح مع ابوها المخرج بتقعد على الكاميرا ويدلعوها ويمرجعوها على الشاريه فهي عندها اب وام كل واحد بيشتغل في نفس المجال فهي دخلت مبدئيا الاستوديو مش خايفه منه كونها تقول اونكل عزت او اونكل مش عارفه لسه اونكل عزت او الديالوج ده هي شايفانا واحنا بنحفظ كلامه وبنقوله فهي بالنسبه لها زي القرد الصغير اللي حفظ الكلام وبيقلد الناس يعني مش حاجه جديده عليه. مفيش اي صعوبات. ما كانش ابدا في صعوبه يعني لو رشدي يعني الله يرحمه كان عايش كان قال لك دي بتمثل على روحها كده اي حاجه طب بالنسبه للابطال هل بيفضلوا ان هم يمثلوا قصاد طفله ولا ساعات بتبقى عقبه؟ لا الطفله بتبقى ثقيله جدا لان الطفله اولا خايفه من الوضع كله خايفه مش عارفه الكاميرا دي ايه خايفه من الموضوع خايفه من الممثل اللي بيمثل معاها لان ده شخصيه جديده يعني انا همثل ام طفله صغيره فانا مش امها فمهما عملت لها أراجوز فانا مش امها برضو صحيح عارفه طبعا. فهي صعب جدا تتقبلني كأم ليها وانا مش امها. في ناس تقدر تعمل ده اللي عندهم من الصبر وطولة البال ويعني كده انهم يقدروا يشتغلوا مع اطفال وياخدوا منهم معظم الاطفال مش حاب خبرات فتبقى مساله مرهقه جدا للفنان للمخرج بالتحديد انه ياخد من الطفل او الطفله الاحساس اللي هو عايزه انما مشاهد الكبيره ماستر سينز في هذا الفيلم مع رشدي الحقيقه كانت عاليه بنفس مقدار قامت رشدي طبعا مش ده تقليل من رشدي لكن البنت فعلا هي التلقائيه بتاعتها وهي يعني اعطته فرصه انه يبقى رياكشن عالي عالي يعني هي ببساطتها وتلقائيتها وادائها العفوي واداء ما فيش اي افتعال طبعا يعني الطفله مش هتعرف تفتعل الاداء لكن هي ادت كما طلب منها وكما تتصور ففي اللحظه دي افادت رشدي اباظه انه علت رياكشن عنده او رد الفعل اللي عنده بنفس القدر اللي كان عايزه كمال الشيخ من هنا كمال الشيخ يعني كان زي ما بقول حاله توفيق شديده في اختيار البنت وفي استخلاص بنقول اقصى طاقتها وما كانش خايف لانه صاحب تجربه سابقه طبعا كل الناس كتير بتخاف ناس كتير بتخاف وتاخد الاسلم طبعا لكن هذه التجارب بيطلع منها يعني وهو حتى مثلا حمامه لما عملت ده في يوم سعيد مع محمد كريم ده شطين مش بطوله مش يعني ما كانش حد طبعا مساله موهبه فيروز وكده دي موهبه تانية خالص غير ايمان ذو فقار او غير البنت بطله حياة او موت يعني دي حاجه تانية مختلفه دي فعلا بقت محترفه وبقت يعني خلاص قدره على التعامل مع الكاميرا كده حاجه تانية خالص يعني لكن من الصعب فعلا انك تجيب طفله او طفل غير متمرس غير محترف تاخده وتشتغل بيه في فيلم كبير ولمجرد مغالطه واحده ممكن تكلفك كتير في الانتاج طبعاً تجيئاً طبعاً صعبة جداً أكيد. اتنين ممكن تعمل ردود أفعال للممثل مش اللي هي مطلوبة وتخليه حتى يتوتر أثناء العمل لكن الكوبل ده أو الثنائي اللي عمله كمال الشيخ الحقيقة برشدي أباظة والبنت الصغيرة الجميلة دي كان في حالة من الإبداع. معروف إنه هذا الفيلم إنتاج المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار فما تعتقدش حضرتك إنها غريبة إنه ما يكونش هو المخرج يعني هو المنتج ما كنتش هو المخرج وكيف رشح حضرتك لاخراج هذا العمل؟ هو رشحني في اولا او في الاساس عشان اخرج فيلم من انتاجه يعني هو مش اداني الروايه دي وقال لي انا عايزك تخرجها كان عملها هو مثلا يعني فمن هنا بعد كده انا قدمت له الموضوع اللي احب اعمله في ملخص قدمت له الموضوع فوافق عليه وابتدينا مرحلة السيناريو لشهور طويلة لغاية ما انتهينا من السيناريو وكان صلاح الفقر الله يرحمه برضه كان هو بيدير إنتاج هذا الفيلم
هو يعني كان هو عامل دور الاب. دور الاب وهو بيدير الانتاج لانه في نفس الشركه مع عز الدين صفار. يعني الاستاذ عز الدين صفار كان عايز عمل يقدمه المخرج كمال الشيخ. ايوه. فحضرتك قدمت القصه. ايوه. فوافق عليها. وافق عليها مبدئيا يعني كفكره. وبعدين ابتدينا التنفيذ بقى في ان احنا نكتب السيناريو. بس دي روح جميله جدا، ما اعتقدش انها متوفره كتير دلوقتي. فعلا. ان يكون هناك منتج اصله مخرج. أيوة. ومع ذلك. أيوة. يرشح مخرج اخر انه يقدم العمل. والحكايه دي اتكررت مره اخرى مع المرحوم حلمي حليم. برضو عاهد الي باخراج فيلم من انتاجه اسمه ارض السلام. رشدي اباظه كان بيعمل الراجل الثاني مع عز الدين ذو الفؤاد، واياميها كان عز الدين ذو الفؤاد مخرج مرموق. طبعا. فاداها لعز الدين علشان يخرجها له. كويس. اما عز الدين قال له انا مش هقدر اخرجها لك. انا اللي احسن مني في الروايه دي الاستاذ كمال الشيخ، لان هو كان عمل حياه او موت قبل كده لطفله. وعز الدين قال له انا ما بحبش اشتغل مع اطفال. طب مدام مريم، مش دي حاجه برضو تستدعي الاندهاش؟ يعني انه يبقى المنتج الاستاذ عز الدين ذوالفقار ومخرج كبير ومرموق طبعا، ويسند العمل لمخرج اخر الاستاذ كمال الشيخ وهو كبير ايضا يعني، ولكن وقتها يعني مش كان غريب على الساحه؟ والله هقول لك حاجه. فرق بين مخرج فنان ومخرج مخرج من غير كلمه فنان. فنان دي ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. اللي مش فنان يقول لك انا اولى بلحم طوري، جحا اولى بلحم طوري، يبقى هو اولى توفيرا يعني. فهو كان اصلا رشدي اباظه كان عايز ينتج الفيلم وعايز عز الدين يخرجه. قام عز الدين انتجه واداه لكمال الشيخ يخرجه. عز الدين ذوالفقار حاله سينمائيه جميله في تاريخ السينما في مصر. هذا الرجل الذي توفى صغير السن 44 سنه يعني. لكن ما من سكه في السينما المصريه، ما من اتجاه، ما من مدرسه، ما بتقولي فيلم الغنائي، فيلم الكوميدي، فيلم كل حتى الرومانسي والميلودراما العنيفه جدا، الفيلم الطبيعي، الفيلم الوطني، هتلاقي فيه عز الدين ذوالفقار. اي مطرح هتمشي هتلاقي عز قدامك. عز بالاضافه الى هذا انه كان مخلصا للسينما وكان راغبا في ان يكون قوه دافعه لهذه السينما، بمعنى انه ايضا كان يحب ان ينتج الاخرين. ومش غريب ان صراع الابطال احد الافلام الهامه لتوفيق صالح انتاج عز الدين ذوالفقار زي 62. فهو في الفتره الاخيره يعني يمكن شويه كان تعبان كمان. فكان الاعمال الفيلم ده على فكره برضو يعني اشتغل فيه هو زي كل افلامه كان بيشتغل فيها عز. أيوة. يعني عز كان طاقه. طاقه. ويبدو ان هو يعني رحمه الله عليه كان فعلا يعني تحسي ان هو كان في حاجه ما حس ان هو لازم يعمل حاجه كتير قوي في نفس الوقت. ايوه. فهو زي ناس مخلصه في تاريخ السينما في مصر كتير قوي. كانوا قد ما بيخرجوا قد ما بيكتبوا قد ما بينتجوا للاخرين. فهو من هنا دور عز الجميل يعني اللي هو خارج الشاشه. ايوه. وخارج وحتى بعيدا عن الكاميرا كمنتج. كان احد السمات الجميله في هذا الرجل انه كان منتجا، ومنتجا لاعمال كبيره زي هذا الفيلم. مش اعمال صغيره زي صراع الابطال. أيوة. وهو حاسس انه لما يقدم عمل كبير من خلال مخرج اخر انه في اضافه، مش فقط ان هو يعني يشتغل بنفسه بشكل اناني. ناس كتير قوي تحب تشتغل نفسها وخلاص. لكن طب هل لو كان اخرجه الاستاذ عز الدين ذوالفقار كان تغير شكل الفيلم ولا لا؟ طبعا لازم يبقى فيه نفس وروح وسمات مع عز الدين ذوالفقار. هنا احنا بنشوف سينما كمال الشيخ. ما هو عز الدين ذوالفقار عمل افلام بوليسيه كتير جدا. يعني مثلا عند الرجل الثاني يعني الاختبار لعز موجود. وهو حق في نجاحها هائل. وهذه السينما نفسها السينما التشويق، السينما البوليسيه عز نجح فيها جدا. لكن هنا سينما كمال الشيخ، سينما الايقاع، سينما المونتاج، سينما التوتر المحسوب. لا ده يعني فكمال الشيخ لازم كمال الشيخ. وساعتها لما كان عمل فيلم هو يعني ماذا لو قلنا انه لو عز الدين ذوالفقار عمل صراع الابطال؟ هيبقى سينما عز الدين ذوالفقار. مش هتبقى سينما كمال الشيخ ولا توفيق صالح. اكيد. لانه مخرج مبدع وليه بصمه خاصه وليه مدرسه حرفي عالي وليه بصمته الخاصه. فمن هنا يظل عز الدين ذوالفقار تحسب له افلامه. ونحسب لكمال الشيخ او لغيره الافلام اللي عملها. حضرتك لعبت دور البطوله امام الفنان الكبير رشدي اباظه في الفيلم ده. وعملتي دور راقصه في ملهى ليلي.
هل كان لابد أن يكون في هذا الفيلم راقصة حتى يكتمل الشكل التجاري للفيلم المصري كما كان معهودا يعني؟ ولا حضرتك يعني جابوكي في هذا الفيلم لاستغلال أو وجود راقصة استعراضية مثل نجوى فؤاد؟ لا، ما كنتش أولا أيامية راقصة استعراضية، ولا كان ليا قيمة في المكانة الفنية خالص. لا، هو بالعكس، ده دلوقتي اللي بلاقيهم بيحشروا الرأس والاستعراضات لتسويق الأفلام ولا انتشار الناحية التجارية. إنما زمان لا، هو لقى ان هي شخصية المفروض تبقى، شوفي، مع ان كل الناس تقول لك الراقصة شريرة، هي اللي بتخرب البيوت، هي اللي ممكن تقبض الارواح، هي اللي ممكن تشتغل مهربة، هي اللي مش عارفة، هي الوحيدة اللي ممكن تعمل كده، اما البشر كله طيب كله طيب. فهو عز الدين صفقار وكمال الشيخ قال لك لا، يعني انا شايف في نجوى فؤاد في براءة، في سماحة فيها، فأنا عايز راقصة تكون قلبها حنين على البنت الصغيرة اللي هتاخدها دي، ما يأذوهاش، ما يعملوا لهاش أي حاجة. وتلاقيها زي كانت بتحتضنها وتجيب لها كوباية اللبن، وخليته هو رشدي أباظة اللي كان عايز يخطفها ويهربها وياخد الفدية بتاعتها، خليته هو كمان يحبها يعشقها. واخده بالك؟ في الفيلم. فهو قال لك كان دي وجهه نظر عز الدين وكمال الشيخ، ان الراقصه مش ضروري تبقى شريره، ممكن تبقى طيبه جدا. يعني وجود الراقصه في الفيلم كان حاجات من اساسيات الفيلم، من اساسيات او من الاعمده الاساسيه للقصه، للقصه نفسها. انما لو كانت شخصيه حد عاديه ممكن قال لك الجمهور هيقول طبيعي. طبيعي ان فاتن حمامه تبقى طيبه، طبيعي اي ممثله تبقى باشا. انما راقصه علشان تبقى بترقص في ملا ويجي لها موضوع زي ده، وطفله قدامها بيتعمل فيها كده، وهيقتلوها ويقربوها ويعملوها وعايزين فلوس، فهي تحتضنها، ده كان صعب اياميها. حضرتك قدمتي دور صغير جدا في الفيلم بالنسبه لادوار البطولات الكبيره اللي حضرتك كنت بتعمليها في الفتره دي. فهل ده كان لدعم البطله الصغيره او لاسباب تجاريه ولا الايه؟ انا ما قبلتش ان حد غير يطلع ام الايمان. انا امها وممثله. هل تعتقدي هقبل ان اي ممثله تانية تيجي تبقى ام لبنتي حتى لو الدور صغير؟ حتى لو الدور صغير، حتى لو حطبطب عليها وامشي. انا الله. امها فعلا. فما حبيتش ابقى الا امها في الحياه وفي السينما، ولو عملت مليون فيلم حجر وراها وابقى امها برضه. حته الامومه بقى، الامومه بتاعتي فايره قوي، مش حنان ويعني. انك رفضتي ده اي حد حتى لو الدور صغير ان حضرتك تعملي. طبعا، مع اني بتقلي وقتها مش واخده عليها فلوس، فكري كده، انا ببلاش وبنتي ببلاش. ما هي القواعد الرقابيه التي يجب ان تطبق في رايك على ما يقدم للطفل أو ما يقدمه الطفل؟ هي مش بتاعت قواعد رقابية. الحقيقة دايما نقول قواعد رقابية، قواعد رقابية، هي القواعد، التقاليد اللي احنا عايشينها العامة، التقاليد العامة، الأعراف، الأخلاق. الأخلاق بمعناها الفني، مش بمعناها اليومي. الأخلاق اليومية، ما احنا الفن مش هو الحياة، لكن في شيء ما لازم نعرفه قبل ما نشتغل، قبل ما نطلع جملة على لسان طفل. يعني هنا يعني حوشية التناول، سوقية التعبيرات اللي ممكن تيجي على لسان أطفال بدعوة خفة الدم، أو بدعوة إن إحنا واقعيين. هنا الفن اختيار في البداية وفي النهاية، الفن اختيار طبعاً. إذا طبقنا هذه المسألة فلا حجرة الرقابة ولا غير الرقابة. الرقابة دي مصفى أخيرة خالص، فلتر بيتعامل، يعني المفروض كل أشياء تعدي منه طبعاً، إلا ما يلوث الفكر او العادات او التقاليد او الاخلاق. يعني الفلتر ده يعني شويه بوقف شويه الرئاسه الصغيره دي. بالنسبه للطفل، احنا ما حدش ممكن يختلف حوالين ايه اللي ممكن يتقال. طب هنختلف على ايه؟ ده طفل. طفل مكوناته كذا وكذا وكذا، خبرته كذا وكذا وكذا، ازاي تحط على لسانه كلام كبار؟ هتقول لي اصل هو تربيه التلفزيون وتربيه، لا، انت هنا ما بتقدمش الواقع كما هو، تختار من الواقع، بتنقيه، بتصفيه، بتقدم رساله من خلاله. طبعا الفن ليه؟ صحيح. طب ما الناس تتفرج على الحياه ونقعد ننزل، يعني ننقل بقى صوره من الحياه. مش فيلم تسجيلي من الحياه، حتى في السينما التسجيلي اختيار ايضا. انت عارف اختيار اكيد. لكن ننزل بقى الشارع ونسمعه، وننزل في الاماكن اللي هي اللي ممكن فيها هذه الالفاظ السوقيه، ونسمعه ونكتفي. نشوف برده كل هذه الدوشه، وناس تصور وناس تخرج وناس تحط على الشاشه وناس تعرض، طب ليه؟ اذا كانت المساله كده،
يعني نسيان هذه المسألة تحت أي مسمى بيبقى أنا بعتقد أنه نوع من القصور والعجز. صح. العجز أنه يقدم شخصية حقيقية ترقى بمشاعر الطفل سواء اللي بيقدم واللي بيتقدم له. وحتى في سينما الكبار يعني احنا بنتكلم عن سينما الكبار ده. أيوة. اما سينما الاطفال ده زي ما قلنا موضوع تاني، لكن الشخصيه اللي تقدم انك تطلع على لسانه وتعبيرات. طب انت هنا بتقدم نموذج وعدم تقدم النماذج لكي تحتذى، قصدي النماذج الايجابيه. ايوه. والنماذج الشريره في سينما الاطفال، في السينما اللي فيها طفل، لابد ان تكون هناك مراعاه دقيقه جدا لاي عباره او اي كلمه ينطقها الطفل، لانها على طول بتنتقل الى الطفل المتلقي. حضرتك نجمة كبيرة، لو قلنا لك مين كان على الساحة وقت إنتاج هذا الفيلم يستطيع تقديم شخصية الأسطى أنكل عزت ويلاقي نفس النجاح، تقولي لنا مين؟ يعني شوفي يمكن فريد شوقي. آه. بس فريد شوقي إحنا متعودين إنه يعمل أدوار زي دي، زي رصيف نمرة خمسة وزي الحاجات اللي كان بيعملها. يبقى تقليدي. إنما دي يعني إعادة لأدوار ليه هو. آه. إنما بالنسبة لرشدي أباظة ما كانتش إعادة، كانت نقلة. نقلة كبيرة. وبعدين بيوري عضلاته، يعني انا برضو في حتة الجدعانة دي وابن بلد وبتاع كان كان كويس الحقيقة، كان عظيم جدا في الرواية. طبعا عظيم، فنان كبير وفنان متمكن من الادوات والحقيقة يعني. طب لو قلنا في الجيل الجديد من يستطيع تقديم الشخصية دي حاليا وينجح؟ ما تكلمنيش عن الجيل الجديد ابدا، ما اعرفش والله، ما فيش غير محمود حميدة يعني أعتقد. محمود حميدة أعتقد من النجوم الموجودين دلوقتي. قولي لي كده أساميهم. في كتير. في وائل، وفي شريف منير، وفي في مجموعة كبيرة يعني، مش عارفة حضرتك. لا أنت ما أنا حق، ما هو لازم أجيب نجم. لازم نجم. يعني أنا أعتقد إنه يمكن محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز ويمكن ده تأثرا بشخصية رشدي، لأنه برضه هو فيه الوسامة. فبرضه وغير كده هو عمل أدوار رائعة جدا بعيدة جدا عن وسامته دي، زي الفيلم اللي عمله بتاع المشهور ده اللي عمله له اللي كان فيه أعمى. كيت كات مثلا يعني. وليه أعمال كتيرة. وليه أعمال كتيرة جدا جدا يعني، لكن ده أهو يعني دور في الحارة يعني، وشخص عادي جدا بتاع. وبرضه الاختيار بتاع حضرتك اللي هو الغير متوقع برضه. يعني ده اللي جه في ذهني استاذ محمود عبد العزيز. طب لو سالتك تغششيني مين من اللي هو الجيل الجديد ده مين؟